هددونا وبعدهم بيهددونا. ومين قال بالنسبة لإلنا ما بنعشق التهديد وبنعشق نقاوم؟ القدر نحن رح نتحدي والقدر نحن رح منكسره إذا كان ضدنا. لبنان بده رجال، رجال قوية، ونحن رجالك يا لبنان، رجالك يا لبنان. هذه الانتسابات الجديدة فما هي إلا قيامة غير الجميل. الكتائب لبناني وإم القضية كلها، الكتائب لبناني وإم القضية كلها، مهما صار وشو ما صار إمهم كلهم بتضل أول كلمة قالتها العيلة ولبنان والله. نحن اليوم بعزنا الوطن، نحن بأمس الوطن الجد والحقيقي الكثيري بالصحيح بشخصيتنا الحقيقية والكامل والشامل والذكوري. آمنا بالحرية وبالأرض النهضوية، لبنان الديمقراطي والوحدة الوطنية، شرعة حقوق الإنسان بالصرخة الشعبية. Yeah, but them I am.
الكتائف مدهولك بتهز ليالي الغفوات زرت بيت وبيت وصولك عيد وزرعت الكلمات ومطرح مزرعت وغنولك كلماتك صاروا أرزاق رفاقك يا شيخ اشتاقولك ما عودتن عالغيبات ما بغيابك تمنعنا من بين احجار الطرقات شيخ الكريم تبقى معنا تبكي الفرحة والكلمات من الرايات مهما الريح الخوتة تتسى رح تبقى عالي الأرزاق دربك مرسوم بعينينا بحكاتك كل الكلمات ورح يبقى كل ما غنينا يدور صوتك عقل الله عصر الحفر بتعزاك والريح تهدر كلماتك
عالصخر نحفر الدعساتك والريح تهمدر كلماتك سكران الأرز بدماتك مجد مكلل بالغار عالصخر نحفر الدعساتك والريح تهمدر كلماتك سكران الأرز بدماتك مجد مكلل بالغار Shout out.